صديقتي تقول: هل الخسارات اللي بتحصل ممكن تكون رسالة تجلي نوايا أكبر أنا حاطتها؟ ممكن، بس مو هذا أقرب احتمال. يعني أوكي، أعرف إنه في أحد قال لك إنه أنت يعني تسكر عنك هذا الباب عشان ينفتح باب أكبر، بس مو دائما هذه القصة. سوري، سامحيني. أعرف إنه طوال الوقت في أحد يعني يعطي الناس هذا الأمل اللي قد لا يكون حقيقي. إذا تسكر الباب لا يعني إنه في باب أكبر راح ينفتح. لكن في الأغلب أبغى أقول لك القصة في الأغلب. حطيت نية، طحت، صارت صدمة، خسرت. هل ممكن هذه الخسارة الآن راح تكون تدفعني إلى تجلي نية أكبر أنا حطتها؟ الطريق الطبيعي الآن إنه خلنا نقول أنا كنت شخص معدم، طيب، وقلت أبغى مليون، والمليون طاقته كثير كبير علي. حطيت النية، جتني ضربة، طحت، صارت لي صدمة، رحت للقاعة، قعدت أقرأ كتب عن الثراء، قعدت أفكر وش اللي صار، بدأت أراقب الأثرياء، تعلمت من القاع، من الصدمة، وبعدين بعدها بسنة جاء المليون. بالتالي ما كان يقدر يجي المليون بدون القاع، لأنه أنا نزلت القاع عشان أخذ الأدوات. المستوى اللي كنت فيه ما في أدوات، لما حطيت النية ما كان عندي أدوات، ما كان عندي طاقة، ما كان عندي ولا شيء يأهلني أني أخذ المليون. بالتالي عشان يجي المليون أنا أحتاج أنزل أضرب في الأرض وأخذ من هناك الطاقة والأدوات، وبعدين ما راح تتجلى المليار، راح تتجلى المليون اللي أنا طلبتها من الأول، اللي هي النية اللي أنا طلبتها. بالتالي لما خسرت نيتي أنه كان الطريق على أنها تتجلى بالطريق بطريقة ما، أنها تظهر طريق، أو أن أنا أنشحن، أنا أجيب الأدوات، أنا أجيب الطاقة بحيث أني أنا أحصل على النية. لذلك في الصورة الكبيرة ما في خسارات، في الصورة الكبيرة ما في خسارات. بس أقول لك وش اللي يصير مرات، مرات أطلب المليون، أضرب قاع عشان المفروض أني أنزل أجيب الأدوات، صح ولا لا؟ المفروض أني أقول أو واو أنا ما أعرف أجيب المليون، خلني أقرأ الكتاب الحين، خلني أفهم، خلني أدرس، خلني أراقب. ضربت القاع ولا سويت ولا شيء من هذه الأشياء، وش بيصير؟ أضرب قاع ثاني، قاع جديد، يعني كنت في القاع هنا أضرب قاع جديد، يلا صدمة ثانية، صدمة وثالثة وإلى سبعة، إلى سبعة. كل يقول لك يا عمي مو أنت طلبت النية، هالحين مو أنت طلبت النية، تفضل لكل امرئ ما نوى. هذه طاقة نيتك، هاي طاقة نيتك، سبع صدمات عشان المليون، سبع صدمات، هاي طاقة نيتك. بس في شخص بيشيلها من أول مرة، وفي شخص من يوم حط النية هو بيد الأدوات، بتل هو ما يرقع. ذلك لما تكون خسارة ما أبغى أقول إنه في شيء كبير ينتظرك وفيها وفي يعني باب أغلق، فبالتالي في باب خطير جدا ورائع مفتوح لك. لا، أبغى أقول لك إنه نيتك ما كانت مناسبة، أو ما استطعت إنها تتجلى بنفسها، تجلت طاقتها من خلال الخسارة، الخسارة طاقة، تجلت هذه الخسارة، وبالتالي عليك أن تتصرف وفقا للخسارة اللي عندك، عليك أن تتصرف وفقا للخسارة اللي عندك. نازك تسأل تقول: أحيانا لا يكون لدينا أفكار سلبية أو ربما محايدة تجاه بعض الأحداث، لكن من حولنا لديهم نوايا وأفكار سلبية وفعلا تتحقق، هل من الواجب أن ننوي عكس نيتهم لكي لا يتحقق السلبي منها؟ خلني أعيد عشان أتأكد أنه أنا فهمت مقصدك. يعني خلنا نقول مثلا هم يتوقعون لأنفسهم ولا لي ولا للمجتمع، خلنا نقول يتوقعون حدث، أوكي، حدث سلبي، وأنا توقعاتي محايدة. بالتالي السؤال الآن هل، وأنه أفكارهم السلبية فعلا قاعدة تتحقق، السؤال الآن هل من الواجب علي أني أنا أحط توقع إيجابي
يعني كأني أعاكس نيتهم عشان أضبط الواقع لأنه نواياهم قاعدة تتحقق مثلا، أو أني أخلي الموضوع محايد وبس. هذا يعني قريب من الموضوع اللي تكلمنا عنه قبل كم يوم، وهو موضوع الخير والشر، وأنه الأشرار مجتهدين بخلاف الأخيار. يعني الآن الأشخاص هذولا إذا نبغى نعطي يعني حكم نقول هم أشرار وأنت الخير، يعني نعطي حكم كذا عام. فهم اللي قاعدين يفترضون، يحطون نوايا ويفتحون احتمالات لأحداث سلبية. بالتالي أنا كخير على أساس أني أنا في السايد الخير قاعد أراقب، بس مو قاعد أسوي شيء، بس أراقب. وغالبية الناس الخيرة بهذه الطريقة، إنها تحايد وتراقب، إنها ما تبدأ تحط نوايا عشان تدافع النوايا الشريرة أو النوايا السلبية. إذا خلني أبغى أقول، إذا كان الموضوع عبارة عن شيء شخصي لهم هم أو محدود، من الممكن أني أقبل المحايد. لكن إذا كان الشيء على مستوى أكبر، المفروض أنه إحنا نحط نوايا خير، نوايا خيرة يعني، المفروض. طبعاً خلنا ما ننسى أنه برضو كثير من الناس صعب أنها تكون خيرة. لا شو نقولها، الخير يتطلب عطاء، يتطلب أنك تقدم، أنك تعطي. طيب أنك تعطي بصدق، يعني مو أنك تعطي لأنك أنت يعني حاسبها بأنها هي بترجع لك، هي بترجع لك طبعا، بس أنه أنت تعطي لأنك أنت تبغى تعطي، لأن الخير هو يقدم، الخير يقدم والشر هو يأخذ، الشر هو 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 الأخذ والخير هو العطاء. فكثير من الناس طاقتهم كثير منخفضة عن أنهم هم يقدمون هذه النوايا. ترى مو هين أنك أنت تحط نية قوية ومركزة للبشر كلهم، مرة صعب الموضوع. حتى ترى الشرير لما يبغى يحط نية شر للبشر كلهم يحتاج يشغل العالم كلهم. يعني إذا في شرير يبغى يحط نية شر للعالم يحتاج يشغل كل الأغبياء، كل اللي مشاعرهم سلبية وخصوصا خوافين هذول، يشغلهم كلهم، يخوفهم، يخلهم يعيدون النية ويعيدونها. لما يصيرون ما في نوايا يزرعونها في كل الأجساد المشاعرية، لما يصير في كثير شر، هم مؤمنين بالفكرة، هم حطوا نوايا اوريدي، بس العطاء في 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 النية كثير صعب. مهين انه انت قدامك يعني مليارات من الناس، ما بين اغبياء، ما بين مشاعرهم منخفضة، ما بين يعني وعيهم محدود. بكل بساطة يستطيع شخص شرير يشغلهم على نيته، بكل بساطة، ما هو موضوع صعب. يعني تشغل، يعني بكل بساطة كده 70% من البشر تشغلهم في نية خايسة، تشغلهم تخليهم يعني يتكلمون عن شيء مخيف، بس خلاص ارموا لهم كذا وخلهم يشغلوا. النية كانت قد كذا، ما حد يصدقها، كانت نكتة قد كذا، ما حد يصدقها، ما حد يصدق نية سخيفة. يعني لو طفل شافها ضحك عليها من شدة ما هو الشر والأغبياء والنايمين والمغفلين والمشاعرهم منخفضة، يعيدون ويطبخون ويزيدون، تصير فجأة النية كبيرة ومركزة ولها حجمها ولها. بعدين يجون الطرف الثاني يقول والله تجلت والله اللي عندهم مشاعر سلبية قالوا، الخوافين قالوا وتجلت.
طبعا لانه الخيرين قاعدين يتفرجون، ما مو قاعدين يعطون، مو قاعدين يقدمون، لان هذه النوايا تحتاج الى تقديم، تحتاج الى انه انت تعطي، انت تقدم، انت تعزز هذه الفكره، انت تكبرها. انت كم فيه كم نسبه الاشخاص اللي عندهم الشعور الجيد اللي يعززون للنوايا الجيده؟ اقل بكثير من الاشخاص الخوافين والاشخاص المنخفضي الوعي. لذلك انا اقول انه اذا الموضوع يعني محدود الحياد يحمي، اذا الموضوع محدود الحياد يحمي، اذا الموضوع كبير محتاج نية، محتاج نية مركزة وواضحة وكبيرة ومؤكدة، ومحتاج انك انت تسد اذانك وتقفل عيونك وتمتنع تماما عن الاستماع لأي واحد غبي، أي واحد مغفل، أي واحد خواف، أي واحد طاقته منخفضة، وتمنع تماما أنك أنت يعني تستقبل هذه الاحتمالات، وترسل نيتك طوال الوقت. كنت عارف أنه في كثير ناس يعني طاقتهم منخفضة بكل بساطة، يعني يكونون أشرار. فأنت طوال الوقت نعم تحط النية، تدعمها وتأكدها، تدعم طاقتها وتشعلها، تكبرها لما تتجلى.